الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. تحية طيبة لك ولشيخنا الشيخ سامي ولضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام. نعم، مرحبا. أعتقد بداية دعني أؤثر بأمر بسيط جدا، وهو مسألة فصل الدين عن الدولة دائما، أو فصل الدين عن الحياة العامة دائما. ما نأخذ هذا المنحى بمنحى أن العلمانية هي فصل الدين عن الدولة، أو فصل الدين عن السياسة، أو عن المناحي العامة للحياة، في حين أننا نحن كمسلمين يمارس بعضنا هذا الأمر، أمر العلمانية، بشكل معكوس، وهي الاهتمام بجانب الدين عن جانب الدولة، أو عن جانب الحياة العامة، أو عن جانب السياسة. وبالتالي نحن نفصل في مسألة شمولية الدين الإسلامي، أنه جاء شامل المناحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية، ومن ثم هو رسالة شاملة للإنسان في كل مناحي حياته. فإذا كانت العلمانية اهتمت بجانب السياسة أو بجانب الدولة أو بجانب الحياة العامة وأهملت الدين، فهناك أصوات أخرى لا تقل، أعتقد والله أعلم، لا تقل في هذا الفصل أو في هذه الخطورة عنها، وهي الاهتمام فقط بالجانب المنحى الديني العقدي، وفصل الجانب الاقتصادي والجانب السياسي والجانب الاجتماعي عن دائرة الاهتمام في نطاق الدين. فهذه أعتقد مسألة يجب أن ننتبه لها. فعندما نقول أن الدار يؤخذ عليها أنها تهتم بالأمور السياسية، فهذه مشكلة كبيرة. نحن لا ننسى أنه في فترة من فترات التاريخ الإسلامي، وهي فترة الدولة دولة المماليك وانهيار دولة صلاح الدين الأيوبي أو دولة الأيوبي، خرج علينا في ذلك الوقت الشيخ سلطان العلماء العز بن عبد السلام، وقاد المرحلة في تلك الفترة عن طريق فتاويه وعن طريق حث الناس في هذا الاتجاه الشرعي. لا ننسى المحن التي مر بها عدد من العلماء وعدد من الأئمة والفقهاء، جميعهم كانت مهنهم أغلبهم في هذا الاتجاه، وهو اتجاه السلطان أو اتجاه الخلفاء أو اتجاه هو دكتورة حنان البت في أمور من هذا القبيل.